ما شاء الله. وش تقول يا مدير جروبنا؟ اقول يا طول العمر هذا الجراد ما شاء الله. اذا نطبخ حي ها حي الله الله ما شاء الله كبار ما شاء الله طيبات طيبات بنقرمشها ان شاء الله الليله. كيف تقرمشها؟ ورنا الطريقه يعني باذن الله بوريكم الطريقه لا لا شوف 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 ابوريك يعني اذا في اذا امسك الجراد لا اله الا الله كذا طال عمرك اسلم اسلم شفت والرجليه هذه رجليه هذه نعم تنتفها نعم عشان تضبط معك نعم ها وقول بسم الله لا بسم الله ما شاء الله ده حي شوف كيف من البنزين ها على 50 يلا 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 البنزين شوف وشون ها شوف في الجراد البنزين على 50 يلا شيله ها في الجراد ايه لا 50 انا بعم 70 واعطيه الحين 50 والله انا بعم 50 ايه اسمع انا احرجها قدامه يا اخوي حرام والله انا بس